اتفق مع الزملاء، اتفق مع اخوي الحسن في انه تفكير مدرب النصر اليوم غارسيا انه مو كانت بحث عن التعادل، هو فكر في الدفاع اكثر من الهجوم. بدليل عشان ادخل على التغييرات، لاحظ مشاريبوف الطرف ايسر، سامي النجعي مايل على الجهه اليسرى. الشوط الثاني غير مشاريبوف، نزل مين؟ الصليهم. الصليهم فين لعب؟ متعودين على الصليهم ثمانيه سته، الصليهم طرف ايسر والنجعي مايل معاه. حتى الشوط الثاني لو تلاحظ الكره اللي بتروح للصقور سامي النجعي اللي بيرجع معاه. يعني فكر في الدفاع. طيب العكس ايش؟ ناس يقول لك طب ايش تقصد يعني؟ طبعا هو بيغلق جهه قويه جدا، مفتاح قوي وهو الصقور بانطلاقاته. انت ما فك يعني لو تبي تفكر في الهجوم تلعب لاعب زي غريب مثلا على الطرف الايسر وتخلي النجعي يميل على داخل الملعب. هو بالتاكيد خاف انه غريب ما يدافع بصوره كويسه، فخاف من هذه النقطه. انت في تفكير ثاني دائما عند المدربين يقول لك لا انا اضغط على الظهير بلاعب كويس اخليه ما يهاجم، اخليه يفكر في الدفاع. اليوم جارسيا فكر لا العكس، فكر يدافع فكان يميل اللاعبين. كلنا نستذكر انا تخيل الشوط الثاني تحديدا مايل الملعب عند النصر، كل الفريق في اليسار خوفا من انطلاقات الصقور. النصر تكلمنا كثيرا في الحلقات السابقه انه تاليسكا هجوميا، تاليسكا هو يتحمل الشق الهجومي للنصر ككل. التنوع غير موجود، يعني كان مثلا انطلاقات من كونان شويه، انطلاقات من سلطان، لكن اطراف النصر ما هي مفعله. فتاليسكا يا يكون في يومه ولا مش في يومه زي اليوم، فتشوف النصر غائب هجوميا. هذا من جانب مدرب النصر، يعني بصراحه لو فكر الشوط الثاني تحديدا في الهجوم، نزل غريب يفتح الملعب، يوسع الملعب زي ما يقولوا، ينزل ابو بكر. تاليسكا اليوم افتقد ابو بكر، مو عشان فزت المباراه السابقه انت يعني امام الطائي، دفاع الطائي بالتاكيد اقل من اليوم، ما شاء الله تبارك الله تنبكتي ومن نجوم المباراه تنبكتي وتياجو المدافع البرازيلي ما نجحت اليوم معك بالتاكيد صعب لانه مدافعين افضل. الشباب اتفق مع عبد العزيز، هذه افضل طريقه يلعب فيها الشباب. انت عشان تهاجم صح لازم تدافع صح، مستحيل تلعب فريق كله هجومي. لما كان يلعب بانيجا مع كريتشفلياك مشكلة في خط الوسط. اليوم النصر الشباب استهلك الشوط الأول في وسط الملعب بصراحة. حسين القحطاني لعب، فهنا بانيجا دور الدفاع يقل لأنه ما لا يجد هذا الدور. نفس الشيء مباراة الاتحاد السابقة، الشباب كان أفضل بكثير. واضح جدا المدرب اقتنع بالفكر هذا بالطريقة هذه بالتشكيل هذا.